أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: إذا سهى الإمام وقام عن التشهد الأول، وبعض المصلين لم يعلموا إلا بعد أن كبر راكعا، فمنهم من قام وركع من غير قراءة الفاتحة، ومنهم من سلم من الصلاة وبدأ من جديد، فما هو الأصح بفعل الفريقين؟ الذي بدأ الصلاة من جديد هذا غلط. كان الواجب عليهم لما لم يدركوا الركوع مع الإمام أنهم أتوا بركعة بدل الركعة التي لم يركعوها مع الإمام. أما الذين قاموا وركعوا مع الإمام فصلاتهم صحيحة ويسقط عنهم قراءة الفاتحة. نعم، كنت أحسن والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وسلم.